كابتن علاء، الف مبروك، فوز مطلوب. فوز مطلوب وثلاث نقاط مهمين جدا الحمد لله، ثلاث نقاط والحمد لله على خطوه كانت مهمه جدا نحو التاهل. مش اكتر من كده الوقت يعني، بس هنتكلم الوقت على الهدف اللي انت كنت عايزه، كنت عايز ثلاث نقاط النهارده مهمين باي طريقه باي شكل، الحمد لله حصل. مبروك النهارده الثلاث نقاط على اولا جماهير النادي الاهلي وعلى لعيبه النادي الاهلي.